البنفسجي هي الألوان الثانوية لأنها مصنوعة من الألوان الأساسية. لنصنع حلوى الجيلو من الألوان الثانوية. لنصنع حلوى الجيلو برتقالي أخضر بنفسجي. لحظة، ليست لدينا هذه الألوان. خليط الأزرق والأصفر الأخضر، خليط الأحمر والأصفر برتقالي، خليط الأحمر والأزرق بنفسجي، جميل خلط الألوان معا. لنضبط المؤقت وننتظر حتى يبرد الجيلو. مستعدون لرؤية الجيلو؟ هذه الألوان المشرقة جميلة جدا ببارقة، أحمر برتقالي أصفر أزرق أخضر وبنفسجي. تشتهي البيتزا، هل تريد صنع البيتزا؟ أجل، يم يم يم. سنرقق العجين، نقذفه للأعلى أعلى. البيتزا شهية لذيذة يمية. سنحضر الكوب، نقطع نقطع. البيتزا شهية لذيذة يمية. نضع عليها الخلطة وندهن ندهن. البيتزا شهية لذيذة يمية.
سنضع الخضر فوقها فوقها. البيتزا شهية لذيذة يمية. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى. حاولنا إعانته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. لينقذ العصفور أراد المحاولة، أعاده لأمه هذه المرة. نخشى أن يسقط ثانية من الشجرة. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى. حاولنا إعانته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. في الخريف خضروات صغيرة، نسقيها لتنمو بسرعة، وهي أيضا ستغذينا. وفاكهة الخريف رائعة. أين هو الجزر؟ أنا لا أراه. ينمو الجزر تحت الأرض حاويا.
تلعبها لتراها. لذيذ. اليقطينات فوق الأرض. انظر انظر ما أجملها. أخبرني كيف سأحملها. ثقيلة كبير حجمها. بندورة، ماذا عنها؟ تعالوا اسمعوني يا أطفال، هيا تعالوا. هذه البندورة صغيرة الحجم، حمراء وملمسها ناعم. نبحث عن ما يميزها، لونها وطعمها. لتلبطيها تخيلي أنها أغصان شجرة، اعكسيها ثم اعقديها. أذنا الأرنب كانتا تلعبان تحت ظل الشجرة تشاجرتا. سقط على رأس الأولى تفاحة، فساعدتها الثانية وتصالحتا. لتربطيها تخيلي أنها أغصان شجرة، اعكسيها ثم اعقديها. أذنا الأرنب كانتا تلعبان تحت ظل الشجرة تشاجرتا. أنا أعرف ربط حذائي من أمي وأبي، تعلمتها. أنا أعرف ربط ربط حذائي، تعلمت ربطها. لتربطيها تخيلي أنها أغصان شجرة، اعكسيها ثم اعقديها. أذنا الأرنب كانتا تلعبان تحت ظل الشجرة تشاجرتا. سقط على رأس الأولى تفاحة. فساعدتها الثانية
هذه من زمان يسقط هبطي من فوق الجدران كل الجنود وكل الفرسان لم يرجعوه كما كان لم يرجعوه كما كان كان يا ما كان في قديم الزمان يسقط هبطي من فوق الجدران كل الجنود وكل الفرسان لم يرجعوه كما كان بلقائكم
تعمل النملة بجد في الصيف، تجمع حباتها وبقايا الرغيف، والجندب يرقص ويغني كل يوم، وحين ينتهي يذهب إلى النوم. فايري راي ري رارو راري رارو، فايري دو دي دا دي دي دا دي. أنا أحب الرقص دوما والغناء، لا لن يأتي يوما فصل الشتاء. تعمل النملة بجد في الخريف، تجمع حباتها وبقايا الرغيف، جاءت إحداها وعندها سؤال، وترجو منه أن يتجنب الإهمال. فايري راي ري رارو راري رارو، أنا أحب الرقص دوما والغناء، لا لن يأتي يوما فصل الشتاء. جاء الشتاء واختفى صوت الغناء، وأتى الجندب وهو من البرد مستاء، لم يتوقع أن تهطل السماء حتى أنه لا يملك رداء. Fairy rai ri ra ro ra ri ra ro Fairy do di da di di da de Ana bardan ana ta'ban ana jaw'an Lam atahammal al barda wal hirman Lam yakun li sawtihi sadan anada Wa takhashabat saqahu kay ashwaq Kharajat al namlatu saghira wa nadat رحبت به وبذاك أسعدت فايري راي ري رارو راي رارو فايري دو دي دا دي دي دا دي لم يعد يضيع من وقته الثوان وهو يشعر الآن بالامتنان يعلمني كيف أسبح كالسمكات. أبي يا
الأجوحة الممتعة. شكراً لعائلتي، شكراً لأصدقائي، شكراً لما فعلوه معاً لفرحي وإرضائي، شكراً لما فعلوه معاً لفرحي وإرضائي. Ha ha ha!
ترتدي أوراقا حمراء ومنها صفراء وخضراء، ما أحلاه من نداء ونحن نصفر. يبدو أنها سعيدة، نريد منها المزيد ونحن نصفر. تغرد الطيور وترفرف، تسبح البطاط وتنطف، لرؤية الأسماك أصبحت متلهف ونحن نصفر. لنستمتع بالطبيعة، لنستمع إلى الطيور، ثم نشم الزهور والغيوم فوقنا تدور. بعدها يمكنك بأمان تعبرين.
توقفي الآن، الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين، بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطة الخمس في الزحام المعيق، البطة الرابعة ستقطع الطريق. أمها قالت توقفي الآن، الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين، بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطة الخمس في الزحام المعيق، البطة الخامسة ستقطع الطريق. أمها قالت توقفي الآن، الإشارة ستصبح خضراء في ثوان. انظري إلى اليسار وإلى اليمين، بعدها يمكنك بأمان تعبرين. البطة الخمس في الزحام المعيق، جميعهم أرادوا أن يقطعوا الطريق. قالوا سويا سنقف الآن، الإشارة خضراء في ثوان. يمينا ثم يسارا ينظرون، بعدها يمكنهم بأمان يعبرون. يتباهى
يتباهى الأرنب دوما لأنه سريع، لأنه سريع. يتباهى الأرنب دوما لأنه سريع، لأنه سريع. يضحك بصوت عال بأصدقائه غير مبال، تصرفاته تبعده عن الجميع، عن الجميع. جاءت يومها السلحفاة لتتحدى، جاءت يومها السلحفاة لتتحدى، سخر وضحك بصوت عال بمشاعرها غير مبال، أصرت حينها أكثر أن تتحدى. بطيء سريع، بطيء سريع، سأفوز اليوم وأفاجئ الجميع. عدوا للثلاثة يا رفاق، من سيفوز في نهاية السباق؟ في اليوم التالي جاء جميع الأصدقاء، في اليوم التالي جاء جميع الأصدقاء، تهيأوا قبل بدء السباق وركضوا بعد قول انطلاق. تستمر السلحفاة، لا لن تستاق، لن تستاق. السلحفاة تحاول قطع الطريق، السلحفاة تحاول قطع الطريق. سيصل الأرنب للمضمار متأكدا من الانتصار، السلحفاة تحاول قطع الطريق. بطيء سريع، بطيء سريع، سأفوز اليوم وأفاجئ الجميع. يتباهى الأرنب دوما لأنه سريع، لأنه سريع. يتباهى الأرنب دوما لأنه سريع، لأنه سريع. من خلف الآن يلقي نظرة ليأكل جزرة تحت الشجرة، فلديه وقت لا مشكلة أن يضيع. السلحفاة تحاول قطع الطريق، السلحفاة تحاول قطع الطريق. يشخر بصوت عال للسباق غير مبال، السلحفاة تحاول قطع الطريق. بطيء سريع، بطيء سريع، سأفوز اليوم وأفاجئ الجميع. عدوا الثلاثة يا رفاق، من سيفوز في نهاية ستصل السلحفاة لنهاية الطريق، نهاية الطريق. تعلو جميع الأصوات والتصفيق، والتصفيق. أفاق الأرنب من منامه، تحطمت جميع أحلامه إن وصلت إلى نهاية الطريق، نهاية الطريق. انظروا إليها، يا سلام، شكرا.
ولحم الحبش، البندورة والكيوي أيضا. شكل الطعام يم 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 يمي، شكل الطعام لذيذ يم يم يمي. في كل طعام سوف ترى الأشكال، ما هذا الشكل؟ أخبرني في الحال. الذي أفضله المثلث. أجل، مثلثات في الطعام، انظروا إليها يا سلام. بعض الجبن وبعض اللحم، البطيخ الأحمر مثلث سليم. شكل الطعام يم 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 يمي، شكل الطعام لذيذ يم يم يمي. في كل طعام سوف ترى الأشكال، ما هذا الشكل؟ أخبراني في الحال. يصنع المثلثان مربعا. هذا صحيح. أجل، شكل الطعام يم 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 يمي، شكل الطعام لذيذ يم يم يمي. ما شكل الطعام الذي أعددته اليوم؟ كل الأشكال الهندسية، رائع. شكل الطعام يم 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 يمي، شكل الطعام يم يم يمي. انظروا، ومن ثم سيأتي هذا الوحش ويلتحمك بسرعة. استعمل شيئا من خمسة حروف.
هذه الملابس يا صغيري. انتظر انتظر وقت الاستماع. حاضر يا أمي سأسمعك الآن. أحسنت يا طفلي هيا استمع إلي. صحيح يا أمي فالاستماع مفيد. الدب الدب يحب الاستماع. واحد اثنان ثلاثة سيستمع إلي. حسنا يا أمي أنا أستمع إليك فالاستماع مفيد. أحب الاستماع. معطف معطف هيا ارتده. حاضر يا أمي لكنني لا أعلم. حسنا يا صغيري سأعلمك الآن. حسنا يا أمي أريد أن أتعلم. الفيل الفيل سيرتديه الآن. واحد اثنان ثلاثة ارتداه في ثوان. حسنا يا أمي سأرتديه الآن. واحد اثنان ارتديته في ثوان. قبعة قبعة هيا ارتديها. حسنا يا أمي لكني لا أراها. ها هي ها هي هيا ارتديها. حاضر يا أمي سأرتديها الآن. الفأر الفأر سيرتديها الآن. واحد اثنان ثلاثة ارتداها في ثوان. حسنا حسنا سأرتديها الآن. واحد اثنان ارتديتها في ثوان. حذاء حذاء لنرتدي الحذاء. حسنا يا طفلي سأرتديه الآن. أحسنتي أحسنتي حذاءك يحمي. حاضر يا صغيري أحببته جدا. الدب الدب سيرتديه الآن. واحد اثنان ارتداه في ثوان. حسنا يا صغيري سأرتديه الآن. واحد اثنان ارتديته في ثوان. Yeah.
تسمع. لو كان يريد الراحة قل إنها متاحة. هذا الوقت لنا، هذا الوقت لنا، وقت لأنفسنا لكي أفعل به ما أشاء ومن غير عناء. هذا الوقت لنا. أريد أن أقول شكراً شكراً لكل ما تفعله لأجلي. أريد أن أقول شكراً لك، شكراً لكل ما تفعله لأجلي. كل يوم لدي أعمال لا يمكنني حلها، ساعدني فيها. أريد أن أقول شكراً شكراً لكل ما تفعلينه لأجلي. أريد أن أقول شكراً لك، شكراً لكل ما تفعلينه لأجلي. كل يوم لدي أعمال لا يمكن لكنني لا أبه بها، فهناك من يساعدني فيها. أريد أن أقول شكراً شكراً لكل ما تفعلونه لنا. أريد أن أقول شكراً لك، شكراً لكل ما تفعلونه لنا. اليوم سعيد يملأني السرور، سأذهب إلى المدرسة فالعلم دور. لا لن أتأخر عن تسجيل الحضور، لا لن أخرج قبل تناول الفطور. أين الحقيبة؟ إنها معي. أين حذاءك؟ إنه معي. ها هو غذاءك؟ سأخذه معي. ماذا عن تيدي؟ سيبقى معي. اليوم سعيد يملأني السرور، سأذهب إلى المدرسة فالعلم نور. لا لن أتأخر عن تسجيل الحضور، لا لن أخرج قبل تناول الفطور. ستحيي معلمتك. أجل يا أمي. ألدي
هناك أصدقاء. أجل يا أمي. ستلعب بالألعاب. أجل يا أمي. ستعرف الجواب. أجل يا أمي. اليوم سعيد يملأني السرور، سأذهب إلى المدرسة فالعلم نور. لا لن أتأخر عن تسجيل الحضور، لا لن أخرج قبل تناول الفطور. هل أنت متحمس؟ أجل يا أمي. هل أنت متوتر؟ أجل يا أمي. أين الابتسامة؟ أجل يا أمي. ستسمع الكلام. أجل يا أمي. يملأني السرور، سأذهب إلى المدرسة فالعلم نور. لا لن أتأخر عن تسجيل الحضور، لا لن أخرج قبل تناول الفطور. هذه خزانتك. حاضر آنستي. علق حقيبتك. حاضر آنستي. أمك هل حضنتها؟ هل ودعتها؟ إلى اللقاء. حاضر آنستي. سنكون أكثر سعادة.
حينما يأتي صديقي ونلعب معا، أكون أكثر سعادة لو تعاوننا. هذا ممتع حقا. اليوم معا سوف نفرح، سنلعب ونمرح، سنرسم باللوح الأزرق. يا إلهي، ليس هنالك إلا واحد. إن لعبنا معا سنفرح أكثر. حينما يأتي صديقي ونلعب معا، أكون أكثر سعادة لو تعاوننا. هذا ممتع حقا. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، انطلاق. حينما يأتي صديقي ونلعب معا، أكون أكثر سعادة لو تعاوننا. هذا ممتع حقا. غدا أول يوم في المدرسة، غدا أول يوم في المدرسة، متشوق إلى هذا اليوم، لا أتذكر ما الذي سأخذه معي. متشوق إلى هذا اليوم،
أول يوم في المدرسة. هذا عقدي من أغلى الحلي، دليل محبة أولادي لي. إنه يوم فريد، يوم أمهات سعيد. شكرا لكم. هذا اليوم تكريم لك، لأننا يا أمي نحبك. لا، لقد ضاع مني عقدي. عقد فريد للود دليل، تضعه أمي وهو جميل. انظروا هذه، لاحظوا هذه، فلنرسم قلبا يعكس حبا. انظروا هذه، لاحظوا هذه، بالحب رسمته، بالود مزجته. إنه يوم فريد، يوم أمهات سعيد. هذا اليوم تكريم لك، لأننا يا أمي نحبك. اعجلوه اعجلوه، سنصنع قلبا يعكس حبا. اعجلوه اعجلوه، بالحب عجنت، بالشوق خبست. اصنع قلبا اصنع قلبا، يعكس قربا يظهر حبا. اصنع قلبا اصنع قلبا، بالحب عجنت، بالشوق خبست. إنه يوم فريد، يوم أمهات سعيد. هذا اليوم تكريم لك، لأننا يا أمي نحبك. لونوه لونوه، نلون قلبا نلون حبا. لونوه لونوه، بحبي مزجت، بالشوق رسمت. قلب فريد صنع جميل، يحمل معنى للحب دليل. إنه يوم فريد، يوم أمهات سعيد. معكم تحلو كل حياتي، أسرتي يا كل مسراتي. إنه يوم فريد، يوم أمهات سعيد. هذا اليوم تكريم لك، لأننا يا أمي ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ ما اسم الشكل الهندسي؟ له ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا، ما الشكل الهندسي؟ إنه المثلث. أحسنتي. احذروا، ما الأشياء التي لها شكل مثلث؟ رائع، ليس تماما. ما الأشياء التي لها شكل مثلث؟ ها؟ أحسنت يا جي جي، هذا رائع. ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ ما اسم الشكل الهندسي؟ له أربعة أضلاع وأربع زوايا، ما الشكل الهندسي؟ إنه مستطيل، أليس كذلك؟ هذا رائع. احذروا، ما الأشياء التي لها شكل المستطيل؟ ها؟ أحسنت، رائع، ليس تماماً. كنت أقصد أن له أربع زوايا. جي جي، هذا رائع.
ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ ما اسم الشكل الهندسي؟ له خمسة أضلاع وخمس زوايا، ما الشكل الهندسي؟ إنه المخمس. أحسنتي. ما الأشياء التي لها شكل المخمس؟ أحسنت، رائع. ليس تماما، لقد قلت أن له خمس زوايا. هذا رائع. ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ ما اسم الشكل الهندسي؟ ستة أضلاع وست زوايا، ما الشكل الهندسي؟ المسدس، أليس كذلك؟ هذا رائع. احذروا، ما الأشياء التي لها شكل المسدس؟ أحسنت، رائع. ليس تماماً، كنت أقصد أن له ست زوايا مثل هذا. هذا رائع. ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ ما اسم الشكل الهندسي؟ ليس له أضلاع وليس له زوايا، ما الشكل الهندسي؟ إنها الدائرة. هذا رائع. ما الأشياء التي لها شكل الدائرة؟ وشا
ملونة. الزي هذا خاص بي، إنه أفضل زي تنكري. ما الذي ينقصني؟ هذا الزي خاص بي، أفضل زي تنكري، إنه يوم متنكري. انظروا، أنا الدبدو قيدي المحبوب. لنقفز للأعلى، خافض للأسفل، للأمام وللخلف ندور ونلتف. أعلى أعلى أعلى، أسفل أسفل أسفل، للأعلى أعلى أعلى وللأسفل أسفل. باتجاه الأعلى، بالعكس للأسفل، باتجاه الأعلى بالعكس للأسفل، باتجاه الأعلى بالعكس للأسفل، للأمام وللخلف ندور ونلتف. فوق القمة وتحت السلحفاة، ها نحن فوق القمة وتحت السلحفاة، ها نحن فوق القمة وتحت السلحفاة، للأمام وللخلف ندور ونلتف. نحن داخلا، ها نحن خارجا، ها نحن داخلا، ها نحن خارجا، ها نحن داخلا، ها نحن خارجا، للأمام وللخلف ندور ونلتف. ها نحن قريبة، ها نحن بعيدة، ها نحن قريبة، ها نحن بعيدة، ها نحن قريبة، للأمام وللخلف ندور ونلتف. فلا لا 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 لا.
يمر العام القديم بسرعة كبيرة. فلا لا 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 بالعام الجديد منا تحية عطيرة. فلا لا 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 غنوا فرحا وابتهاجا. فلا لا 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 لن نكترف بالطقس والرياح خارجا. سأريكم طبيبكم. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. ليقيس وزنك ويقيس طولك ليبعدك عن الضرر والأمراض من حولك. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن. ما الذي تأكله وينصحك بالوجبات. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. سيتفحص الأذنين ويتفحص العينين مع مستوى السمع والبصر الاثنين. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن واللسان يكتب ملاحظاته على الورقة في ثوان. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. يتفحص رد فعلك وسلامة العظام لتتغذى وتنمو كل يوم بسلام. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. قد تحتاج حقنة لا لا تخف منها دواء للداء لا تبتعد عنها. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. عجلات الحافلة تدور 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 كل من عليها مسرور. والعجلات تدور أبواب الحافلة تفتح وتغلق تفتح وتغلق تفتح وتغلق. أبواب الحافلة تفتح وتغلق والعجلات تدور لمساحاتها صوت سويش ويش ويش سويش ويش ويش سويش ويش ويش لمساحاتها صوت سويش ويش ويش. والعجلات تدور صوت إضاءتها كويك 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 كويك
صوت إضاءتها كويك كويك كويك، والعجلات تدور. لبوقها أيضا صوت بيب 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 بيب. لبوقها أيضا صوت بيب بيب بيب، والعجلات تدور. لمحركها أيضا صوت فروم روم روم فروم روم روم فروم روم روم. لمحركها أيضا صوت فروم روم روم، والعجلات تدور. حين نعبر العقبة يقفز الجميع يقفز الجميع يقفز الجميع. حين نعبر العقبة يقفز الجميع، والعجلات تدور. عجلات الحافلة تدور 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 تدور، كل من عليها مسرور، والعجلات تدور. هيا هيا بنا، فالثلج يهطل على الأرض مثل النور، كل شيء أبيض يشعرنا بالسرور. سنصنع نصنع نصنع رجل الثلج، نصنع 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 رجل الثلج، نصنع 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 رجل الثلج. من يحب الثلج؟ هيا هيا بنا، فالثلج يهطل على الأرض مثل النور، كل شيء أبيض يشعرنا بالسرور. نتزحلق 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 إلى الأسفل، نتزحلق 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 إلى الأسفل، نتزحلق 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 إلى الأسفل. من يحب الثلج؟ هيا هيا بنا، فالثلج يهطل على الأرض مثل النور، كل شيء أبيض يشعرنا بالسرور. لنرمي نرمي نرمي كرات الثلج، نرمي 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 كرات الثلج. لنرمي نرمي نرمي كرات الثلج. من يحب الثلج؟ هيا هيا بنا، فالثلج يهطل على الأرض مثل النور، كل شيء أبيض يشعرنا بالسرور. نتزلج 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 على البركة، نتزلج 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 على البركة، نتزلج 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 على البركة. من يحب الثلج؟ يوم خاص للمتميزين، إنه يوم المتنكرين. سنتنكر بالأزياء ونختبئ خلف الأشياء، كل واحد سيختبئ في مكان مختلف. لا تتعثروا واحدا تلو الآخر. من هنا أريد الجواب بعد أن أدق الباب. الجواب هو جي جي. هيا لنعرف التالي. من هنا نريد الجواب
الجواب هو بو. لينا. ترى من سيكون التالي؟ من هنا نريد الجواب بعد أن ندق الباب. الجواب هو بو. بيكو. يوم المتنكرين. يوم خاص للمتميزين. إنه يوم المتنكرين. أي سنتنكر بالأزياء ونختبئ خلف الأشياء. وأنت هل ستتنكر معنا؟ إذن اختبئ. من هنا نريد الجواب بعد أن ندق الباب. الجواب هو بيلا. من هو التالي؟ من هنا نريد الجواب بعد أن ندق الباب. الجواب هو كودي. هيا لنعرف التالي. من هنا نريد الجواب بعد أن ندق الباب. متنكرين. أخبروني أين هي آلستنا؟ الآلسة أفضل. يوم خاص للمتميزين. إنه يوم المتنكرين. أي سنتنكر بالأزياء ونختبئ خلف الأشياء. نظف أسنانك بالفرشاة بالفرشاة بالفرشاة. نظف أسنانك بالفرشاة وذلك قبل النوم. غسل وجهك جيدا جيدا جيدا. غسل وجهك جيدا وذلك قبل النوم. ارتدي ثياب النوم ثياب النوم ثياب النوم. ارتدي ثياب النوم وذلك قبل النوم. سنروي قصة هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم. سنروي قصة هذا اليوم وذلك قبل النوم. كان هنالك ثلاثة خراف وعددهم 1 2 3. كانوا يعيشون في المزرعة. والآن تصبح على خير على خير على خير. وأنت بألف خير يا أمي. أها. لننظف أسناننا حان وقت التنظيف. حسنا يا أبي سننظف أسناننا. أحسن أحسن.
التنظيف مفيد. حاضر يا أبي، سننظفها الآن. الدب سينظف أسنانه. واحد اثنان، نظفها في ثوان. هذا صحيح، سنضع المعجون ثم ننظفها فنحن نظيفون. تخييم تخييم، حان وقت التخييم. هذا صحيح، إنه وقت التخييم. هيا هيا سننصبها الآن. حاضر يا أبي، سننصبها في ثوان. الفيل سيساعدنا الآن. واحد اثنان، نصبها في ثوان. حسناً يا أبي، سنساعدك الآن. واحد اثنان، نصبناها في ثوان. سرير سرير، وقت الاستلقاء. هذا صحيح، إنه وقت الاستلقاء. أحسنتم أحسنتم، هذا أمر مفيد. نحب السرير، هل أنت بخير؟ الفأر الفأر سينام الآن. واحد اثنان، استلقى في ثوان. هذا صحيح، أنا أيضا سأنام. واحد اثنان، ها قد أتت الأحلام. القصة القصة، سنقرأ القصة. حسناً يا صغيري، أياً منها تريد. القصص القصص، القصص مقلوبة. هذا صحيح، ما القصة المطلوبة؟ الدب الدب، سيقلبها الآن. واحد اثنان ثلاثة، قلبها في ثوان. إنه بينجو، قد أخافنا الآن. ظنناه وحشا لكننا في أمان. تفاحة عشر تفاحات.
الجو حار لنفعل شيئا معا كالمثلجات سهلة نصنعها سوية. سوف أعلمك وصفاتي من الفواكه جربها معي. مثلجات بالفواكه وجبة صحية، مثلجات بالفواكه بالأكل شهية. نختار الفاكهة واحد اثنان ثلاثة، نقطعها بحذر ودقة. مثلجات بالفواكه وجبة صحية، مثلجات بالفواكه بالأكل شهية. نجمدها وعلينا أن ننتظر لنسمع الرنة. مثلجات بالفواكه وجبة صحية، مثلجات بالفواكه بالأكل شهية. نضعها في الخلاط كم شكلها شهي، نمزجها فتصبح مسحوقا متماسكا قوي. مثلجات بالفواكه وجبة صحية، مثلجات بالفواكه بالأكل شهية. أصبح جاهزا لنجرب قليلا، أكل 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 من أكله لا ثمن. مثلجات بالفواكه وجبة صحية، مثلجات بالفواكه بالأكل شهية. يم يم مثلجات، طازة جل مثلجة. ونتشارك معا أجمل اللحظات.
الحضار. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. أربعة حيوانات تقفز على السرير، سقط أحدهم على رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. ثلاثة حيوانات تقفز على السرير، سقط أحدهم على رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. اثنان حيوانات يقفزان معا على السرير، سقط أحدهم على رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. ليس هناك حيوانات تقفز على السرير، نام الأولاد بوقت قصير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال: ألو، ليس هناك حيوانات تقفز على السرير. نحب الحيوانات الأليفة، تبهجنا كمية ظريفة، نطعمهم ونلعب معهم، هكذا نقول لهم أننا نحبهم. حين يقولون أوف أوف مياو مياو سوي، يكونوا بحاجة لطعم أو للعب، نعطيهم وخرمشة القطار، صرير الحامستر وأقدامهم، شيء جميل العناية به. حين يقولون مياو مياو سويت، يكونوا بحاجة لطعام أو للعب، نأخذهم للعب في الأرجاء، أركض والعب حتى المساء. وخرمشة القطار، صرير الهامستر وأقدامهم، شيء جميل العناية به. حين يقولون ووف ووف مياو مياو سويك، يكون بحاجة للطعام أو للعب، يكون بحاجة للمدرب. الكلب و
آخر ما شات القطار سرير الهامستر وأقدامهم شيء جميل العناية به. حين يقولون مياو مياو يكون في الحجر طعام أو للعب يحتاجون حبنا وحناننا حبهم يزيد في قلبنا نحب فيهم ذيولهم وفروهم عواء الكلب وخرمشة القطار سرير الهامستر وأقدامهم شيء جميل العين لعبتنا يا أطفال هي القفز على الحبال لنقفز مهما معا كن قويا اقفز عاليا واقفز عاليا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أحب الجزر والملفوف سأقفز على الحبل بلا خوف واحد عزيزتي حاولي مرة أخرى صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي سأحاول واحد حاولي مرة أخرى أحب الجزر والملفوف سأقفز على الحبل بلا خوف واحد اثنان ثلاثة أربعة أحب الجزر والملفوف سأقفز على الحبل بلا خوف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي صوت في داخلي يقول لي سوف تفعلي لكن لنقفز مهما معا كن قويا اقفز عاليا واقفز عاليا أحب الجزر والملفوف سأقفز على الحبل بلا خوف واحد اثنان ثلاثة أربعة أحب الجزر والملفوف سأقفز على الحبل بلا خوف واحد حاولي مرة أخرى أنا أستطيع فعلها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لنقفز مهما معا كن قويا اقفز عاليا واقفز عاليا سنرقص اللوبلو رقصة الأضواء سنرقص اللوبلو ليحلو المساء مد اليد اليمنى ارفع اليمنى هزها قليلا ثم بعدها استدر سنرقص اللوبلو
الأضواء سنرقص اللوبلو ليحلو المساء. مد اليد اليسرى ارفع اليسرى هزها قليلا ثم بعدها استدر. سنرقص اللوبلو رقصة الأضواء سنرقص اللوبلو ليحلو المساء. هز القدم اليمنى أرجع اليمنى هزها قليلا ثم بعدها استدر. سنرقص اللوبلو رقصة الأضواء سنرقص اللوبلو ليحلو المساء. هز القدم اليسرى أرجع اليسرى هزها قليلا ثم بعدها استدر. سنرقص اللوبلو رقصة الأضواء سنرقص اللوبلو ليحلو المساء. اقفز